لتنشيط المبايض منقوع أوراق الميرمية كوبين باليوم تحلى بالعسل حتى بتحد من مشاكل هرمون الحليب، منشطة بشكل عجيب للمبايض خلال 3 شهور. شرب كوب من اليانسون، اليانسون منشط جدا للمبايض، اليانسون حب اليانسون غلي أو حتى تنقيع جدا مفيد لتنشيط المبايض. حبوب اللقاح موجودة عند العطارين، بإمكاننا ناخذ منها قدر 6 لـ 8 ملاعق، نطحنها حبوب صفراء تصير ناعمة، نضيفها لكيلو من العسل، الصبح ناخذ ملعقة وآخر النهار ناخذ ملعقة. التمر منشط للمبايض، الرطب منشطة للمبايض بعون الله سبحانه وتعالى.